بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا سنة ويا رب تكونوا بخير. حل أسئلة مقالية على الدرس اللي هو الأول، أدوات القياس. أول حاجة تفتح معايا صفحة 34، من أول السؤال 35 أسئلة متنوعة، أسئلة مقالية، لازم تتدرب على كل الأفكار. السؤال الأول بيقول لك إيه؟ عند إضافة حمض الهيدروكلوريك إلى محلول هيدروكسيد الصوديوم، لو سمحت كده اعمل خط على كلمة حمض، وهنا الهيدروكسيد اللي هي القاعدة. حضرتك حمض وقاعدة لما بيتفاعلوا مع بعض بيديني حاجة اسمها ملح ومية، ودي خدناها من إعدادي. يبقى أنا هكتب كده ملحوظة، أكتب معايا إن الحمض والقاعدة هيديني ملح وإيه ومية. طيب الملح ده متعادل، ماشي يا مستر. طيب يبقى إذا نوع المحلول الناتج هيكون ماله؟ متعادل. طب ليه يا مستر حسام؟ لان اولا حمض الهيدروكلوريك حمض قوي، هيدروكسيد الصوديوم قاعده قويه، حمض مع قاعده بيديني ملح متعادل. طيب قيمه الاس الهيدروجيني المحلول الناتج طبعا طالما متعادل يبقى هيساوي كام؟ 7، لان احنا واخدين البي اتش لو بيساوي 7 يبقى متعادل، لو اقل من ال7 حمض، اعلى من ال7 يبقى قاعده. نخش على السؤال والفكره اللي بعدها. سؤال بيقول ايه؟ اكتب اسم الجهاز او الاداه التي يعبر عنها كل شكل من الاشكال الاتيه. اول حاجه عندي ده ميزان حساس، ميزان حساس. رقم 2 وده اسمه دورق عياري. رقم 3 ودي الماصه، ما تنخدعش بالسحاحه، السحاحه بتبقى شبهها بس بيبقى فيه صمام للتحكم. اذكر استخداما واحدا لكل اداه. الميزان الحساس همليك قياس الكتل الصغيرة، الدور العيادي تعيين تركيزات تبع التركيز، الماصة نقل المواد شديدة الخطورة. طيب لماذا يلزم الحذر أثناء استخدام الأداة 3 اللي هي الماصة؟ هتقول له لأنها، عملها لك أهو، لأنها تستخدم في نقل المواد شديدة الخطورة. صح، هو دلوقتي مش الحاجه اللي نقلها خطر لازم نخلي بالنا ولا ايه؟ اه يا مستر تمام. السؤال رقم ده بيقول لي اذكر نوعين اخرين لكل من الادتين 2 و3. حضرتك الاداه 2 وده الدور العياري وعندي 2، ايه هما؟ الدور المستدير والدور المخروطي. رقم 3 اللي هي المصه، هتقول له هناك مصه بانتفاخ ومصه باداه شفط، يبقى انت كده ذكرت له نوعين اخرين من هذه الاداه وهذه الاداه. طيب السؤال 37 سؤال مقالي مهم جدا، تعال نشوف بيتحل ازاي ونكسب معلومه. احد الادوات بيقول لك الشكل المقابل يوضح كل من الجزء العلوي والجزء السفلي من احد الادوات المستخدمه في معمل الكيمياء. يا ترى ما اسم هذه الاداه؟ اولا هنا في صمام للتحكم اهو، يبقى الصمام للتحكم ده يبقى على طول وانا مغمض عيني دي السحاحه. كيف تدرج هذه الاداه؟ تدرج من الاعلى الى الاسفل. كلام جميل. اذكر احد الاجراءات التي يجب اتباعها عند استخدام هذه الاداه. اول حاجه اكتب في عمليه المعايره تثبت، اهي تثبت على حائل معدني، انها تثبت على حائل معدني على مكان مستقر، يعني مكان ما يحصلش فيه اي اهتزاز. يبقى من الاجراءات ان انا استخدم في المعايره السحاحه ان انا اثبتها على حائل معدني واقف على مكان مستقر. معلش يا مستر نوع الاسئله المقاليه، تعال شوف غيرها. سؤال 38 بيقول لك ايه؟ من الشكل المقابل اكتب اسماء الادوات 1 و2. رقم 1 وده حضرتك دورق مخروطي، رقم 2 ودي اللي هي السحاحه، وطبعا ده الحائل المعدني. اذكر دي طبعا عمليه المعايره، اذكر اهميه واحده لكل منهما. طبعا السحاحه دي لقياس الحجم وتستخدم في المعايره، الدورق المخروطي يستخدم في عمليه المعايره. ما اسم العمليه الكيميائيه التي يعبر عنها هذا الشكل؟ هي عمليه كيميائيه التي تسمى بعمليه المعايره. 39 39 و40 و41 ثلاث أسئلة محترمة جدا جدا جدا. إذا ألقيت كرتين متماثلتين في الحجم، دلوقتي أنا عندي كرتين
زي بعض في الحجم تماما، نفس الحجم تقريبا. ماشي، يبقى ده الحجم. ده خلي بالك، انا بتكلم متمثلتين فين؟ في الحجم. ماشي. فكتلة احدهما من النحاس ب 8.8 من 10 جرام، والاخرى من الالومنيوم كتلتها 2.7 من 10 جرام، في مخبارين يحتويان على نفس الحجم من الماء، فان الفرق في ارتفاع الماء في المخبارين بيساوي الفرق في ارتفاع الماء اللي هو عاوزه. اكتب فوقيها كده الحجم. تاني هنا بيقول لك اذا القيت كرتين متماثلتين في الحجم، احداهما من النحاس كتلتهما 8.8 من 10 جرام، يبقى انا عاوز دي اول حاجه، كرتين متماثلتين في الحجم دي اول حاجه. كتله الاولانيه ب 8.8 من 10 جرام، والاخرى من الالومنيوم كتلتها ب 2.7 من 10 جرام، في مخبارين يحتويان على نفس الحجم من الماء، فإن الفرق في ارتفاع الماء، اعمل على كلمة ارتفاع، فرق في ارتفاع الماء، كلمة ارتفاع الماء ده يعني الحجم، هي هي. في المخبارين هيساوي قد إيه؟ أول حاجة تعالى نتفق مع بعض، حضرتك هو عاوز الفرق في الإيه؟ في الحجم، يعني عاوز الفرق في الحجم، هو مش الحجمين زي بعض. يعني لو الحجم هنا 5 يبقى هنا 5، هنا 6 يبقى هنا 6، يبقى حضرتك الفرق في الحجم بصفر. طب يا مستر حسام بعد اذنك، امتى اطرح 8.8 و2.7؟ لما يقول لك الفرق في الكتله اطرح كتله، ولما يقول لك الفرق في الحجم اطرح حجم. هو قال لك الفرق في الحجم فطرحت الحجمين اللي زي بعض اللي هم بصفر في الاخر. طب لو قال لي الفرق في الكتله هطرح ال 8.8 ناقص 2.7، بس انا ولا هطرح دي من دي لانه عاوز الفرق في الحجم مش الفرق في الكتله. 40 يمكن تعيين كثافه الميه عمليا باستخدام، حضرتك اكتب ملحوظة فنية هسأل فيها في الحصة. الكثافة هتكتبها كده في مثلث، كثافة بتساوي الكتلة على الحجم. يبقى أنا عندي الكثافة بتساوي إيه على إيه؟ الكتلة على الحجم. حضرتك الكتلة دي هتجيبها بالميزان الحساس. آه. والحجم ده حضرتك هتجيبه بالمخبار المدرج. يبقى إذا أنا محتاج إيه عشان أقيس الكثافة؟ أنا محتاج أول حاجة مخبار مدرج وميزان حساس. حضرتك أدي ميزان رقمي والمصة؟ لا. محتاج مخبار مدرج وسحاحة؟ لا. محتاج سحاحة ودورق؟ لا. محتاج ميزان رقمي اللي هو الميزان الحساس، ومحتاج المخبار المدرج. أيوه، أدي الإجابة ده. السؤال رقم 41، ما الأداة المستخدمة في تحضير محلول هيدروكسيد البوتاسيوم لاستخدامه في عملية تعيين التركيز؟ كلمة تعيين التركيز يبقى الدورق العياري وانا مغمض عيني. سؤال جميل جدا برضو، صفحة 34 اوري لحضرتك. بيقول لك ايه السؤال ده؟ مدي لك رسمة، وفي الرسمة دي مقسم لك الاداة A والاداة B والاداة C. فبيقول لك كل الاداة A وB وC استخداماتها ايه او خصائصها ايه يعني؟ اول حاجة الاداة A، وده دورق مستدير، اجي عند الA كده واكتب مستدير. الاداة B وده دورق مخروطي. الاداة C وده المخبار مقلوب. كلام جميل. حضرتك تعالى نستبعد اجابتنا، هل الدورق المستدير يستخدم في عملية المعايرة؟ لا، يبقى الاجابة ده الغلط. طيب هل حضرتك الدورق المخروطي يستخدم في قياس حجم السوائل بدقة؟ لا، ده مش المخبار المدرج، يبقى ب ودال غلط. تعالى في ألف وجيم، هل حضرتك الأداة بي اللي هو الدرق المخروطي مدرج من أعلى إلى أسفل؟ لا طبعا، يبقى الإجابة بتاعت جيم إن الدرق المستدير مصنوع من زجاج البايركس. واحد يقول لي يا مستر بس أنا واخد إن الكاس الزجاجي هو اللي مصنوع من البايركس، حضرتك البايركس ده نوع من الزجاج، ممكن المعمل يبقى غني جدا ويصنع كل حاجته من زجاج البايركس الذي يتحمل الحراره. الاداه بي ذو سعه محدده، اه بيبقى ذو سعه محدده بالظبط، كان لتر حاجه ساعه، عارفين اللتر حاجه ساعه، كلمه لتر ده معناه ان هو ذو سعه محدده. والاداه بي اللي هو المخبار مدرج من اسفل الى اعلى، اجابه صحيحه للاجابه جيم. اختم بسؤال للمتفوقين وهو سؤال 34. بيقول لك غطى احد المعلمين تدريج ترمومتر زئبقي لاختبار قدره احد طلابه على قياس درجة غليان سائل مجهول، أي مما يأتي يعبر عن درجة غليان هذا السائل، علما بأن درجة غليانه أقل من درجة غليان المية. أولا درجة غليان المية 100،
وحضرتك هنا هذا السائل درجة غليانه أقل من درجة غليان المية، يعني مش هينفع اختار الإجابة د ولا هينفع اختار الإجابة س، لأن دول أعلى من درجة غليان المية. فأصبحت الإجابة 75.5 يا 84.5. تيجي تبص على الرسم حضرتك، شايف حضرتك السنة الصغيرة اللي في النص دي؟ حضرتك السنة دي ده معناها لو ركزت على الجزء الأسود هتلاقيه إن هو عدى الشرطة، معدي الشرطة، الشرطة دي على المسطرة عندنا يعني 5 يعني نص. يبقى حضرتك هنا هختار 5 ولا هختار 4؟ يعني ممكن الشرطة دي اللي هي اللي منقطة إن أنا منقط عليها دي ممكن تبقى 84؟ لا طبعًا، لأن ال 84 بتبقى قبل النص، يبقى الإجابة 75.5. سؤال حصة النهاردة ونشوف الناس اللي مركزة، وده سؤال صفحة 33. أنا عاوز حضرتك اللي يكتب لي الإجابة ما يكتبها ليش A وB وC وخلاص. حضرتك هتختار الإجابة، وهو سايب لك السؤال قدامك، هتختار الإجابة وتقول لي اخترتها إزاي، يعني إيه اللي أنت بدأت تفكر فيه، ويا ترى أركز على إيه لما يقول لي عند زيادة الوزن، وإيه اللي بعمله، وتبدأ تديني إجابة نموذجية، واجهز لمكافأتك في حصتك الحصة الجاية إن شاء الله. ما تنساش تكتب تم في التعليقات. اشوفكم يا رب دايما على خير. خلصنا الدرس الاول، مخلصين يجي اكتر من 70 الى 80 سؤال على درس واحد بس. جمعنا كل الافكار، ان شاء الله نبدا امتحان الحصه الجايه امتحان كويس جدا، ونبدا على الدرس الثاني النانو تكنولوجي، ونظبط برده وناسس فيه، ونوقفك على رجلك وما تشيلش هم الكيمياء خالص. اشوفكم على خير، ويا رب تكونوا استفدتوا حاجه. صلوا على النبي، والسلام عليكم.